هنتكلم المره دي ان شاء الله على ايه، على الفايند. طبعا الموجو تستخدم فايند وفايند وان عشان تدور على كوليكشن معين، دي تماثل عندنا كده زمان يعني في الداتابيزنس العاديه السيلكت ستيتمنت العاديه. خلاص، ففايند وان بتدور على كل يعني من الكوليكشن ده جوه الموجو دي بي على يعني وان دوكيمنت او وان رو ماشي، وبترجع لي اول حاجه يعني اول ريكورد او اول ريكورد ماشي او اول كوليكشن اسف اول دوكيمنت يقابلها في النتيجه ماشي. ماشي، تعال نجرب حاجه عشان نشوفها على الواقع كده. فانا هقول له هتشتغل على فايند 1 في الكوليكشن، طبعا انا مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده كله ماشي، انا هشيل الكلام الجميل ده. دي بي كوليكشن انا ماشي، الاسم امبلويز ماشي، انسرت 1 انسرت مني، لا انا عايز بقى هنا فايند ايه، فايند 1 ماشي. فايند 1 هنا البارامتر بتاعتي، قلت له مثلا لو عملت كده قوسين كده فاضيين كده معناه ان انا ايه مش محدد البارامتر دلوقتي كده، انا مش محدد ايه بارامتر، وبرده ايرور وبرده ايه ريزلت. ايه في النيرو خلاص احنا نوقف الدنيا ماشي. لو في ريزلت جايه لي من دوكيمنت مثلا معين، هقول له مثلا الام لي نيم ايكوال وجنبيها عايز اطلع الامبلي نيم، فاقول له الايه الار اس دوت، واحط بقى اسم الايه الاتريبيوت اللي انا كنت عامله مثلا، وليكن احنا كنا عاملين نيم، احنا كنا عاملين ايه، كنا عاملين نيم، فكان المفترض يجيب لي اول اسم، المفروض يجيب لي اول ايه اول اسم، اول اسم في مين، في اللي موجودين جوه المونجو دي بي اللي هو المفروض يونان، اول نيم اهو صح. طيب نسيب الكلام ده ونرجع هنا كنترول سي نوقف، ونرجع نقول له احنا عايزين نشغل الفايل يا نود اللي اسمه فايند 1 ايه، فايند 1 ايه، فايند 1 كوليكشن، المفروض ما اسمهاش فايند 1 كوليكشن، المفروض فايند 1 دوكمنت بس ماشي. نشغل قال لي برينيم يونان سامي لانه جاب لي اول ايه اول واحد موجود عندي، ده كلام جميل. دي فايند، في حاجه اسمها طبعا فايند بتريترني، ممكن تريترن ليا برضو كل السجلات اللي احنا عايزينها. ازاي؟ تعال نبص، يعني لو انا عايز اجيب كل السجلات كل الدوكيومنتس كده، فايند وان هقول له لا انا عايز اقول بقى فايند اول فايند اول وخلاص، سميتها كده وخلاص فايند اول. هعمل ايه فايند اول بقى؟ هي فايند 1 دي، بس هغير كلمه 1 ونخليها ايه فايند اول خلاص. و البارامتر بتاعتي دلوقتي ما حددتهاش ماشي، دي البارامتر بتاعتي. المفروض مش كده، المفروض انا بعمل فايند 1 اهو، بقفل كده عشان دي البارامتر بس الفايند 1، واقول له دوت تو اري عشان يرجع لي كاري خلاص، وافتح القوس بتاع الدوت تو اري وادي له بقى الفانكشن اللي هتشتغل. فاخد بالك فايند اول وبتحط هنا البارامتر دوت تو اري وتدي له بقى الفانكشن اللي هي ايه هتشتغل، اللي هي الكول باك فانكشن. الكول باك ايه؟ الكول باك فانكشن بتاعتنا تيجي من ايه؟ من تو اري دي. طيب كلام جميل، تعالى نخلي كل حاجه زي ما هي، ريتيرن ايرور ريسبوند دوت رايت امبلي نيم، مش هطبع الامبلي نيم، انا عايز اطبع مثلا، عايز اطبع كل الداتا مثلا اللي جالي، فهقول له داتا ان كوليكشن، داتا في الكوليكشن ار اس وخلاص، اطبع لي كل الار اس زي ما يجي لك يعني.
بس مش عايزين دلوقتي في الكونسول خالص. نطبع الداتا زي ما هي كده. اه لا عايزينها في الكونسول عشان ده هيطلع اوبجكت مش هيعرف يطبعه، ممكن يطبعه لنا اري. هنشوف. وكونكشن كلوز واعمل اند ديفاين دول، فاقول له اوكي كده وريني. فرجنا فايند بولد جي اس، عملنا ران، ارجع هنا مش انتر كده. زعل مني، يبقى في ايرور ولا حاجه؟ اه في ايرور. فايند اول، ادي فايند اول اهو. يعني في ايرور، فايند اول از نوت ا فانكشن. اه ما هي مش فايند اول، هي فايند، هي فايند بس بتشتغل بكلمة اول لما تعملها بالمنظر دوت تو اري. يعني لما نعملها كده بالشكل دوت ونعملها دوت تو اري، نعتبرها ان هي هتجيب لي كل الداتا، فهتبقى عبارة عن يعني كأنها جابت لي فايند اول، يعني كأنها جابت لي فايند اول. هرن تاني. تمام. طبعا بعت لي اوبجكت 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 اوبجكت، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اللي هم خمسة ريكوردز بتوعي. لكن في الكونسول هتطبع عادي، اللي هم هم يونان وعادل وحسام وعويس وإسلام، كلهم إيه طبعا عندنا بشكل نوت بشكل عادي. طبعا هنا عشان أطبعهم هنا ك HTML، المفروض طبعا إن الناس عارفة جيسون يعني في الجافا سكريبت. حاول يبقى نجيب كده فيديو كده فيه شرح للجيسون، يعني الناس عارفة إزاي تتعامل مع الجيسون يعني. لكن ممكن يعني نقول كده. طبعا الريزلت بتاعتي دي عباره عن في الاول، في الاول في الاخر هي اري نتيجه يعني. فممكن احنا نحط من جايين كده مثلا عاملين لوب مثلا فور ايتش الاري بتاعتي، هقول له الار اس لكل element مثلا اللي هو وليكن element بتاعي هنسميه document. يعني تعمل ايه سيادتك؟ كل اللي انا عايز اعمله ان انا اطبع ال document بتاعي اللي هو الدوك. يبقى كده دي هتشتغل كل مرة، يعني ال rs dot دوت رايت دي هتشتغل كل مرة، هتاخد الدوك ده اللي هو عبارة عن element في كل لفة من ال rs. نديله سيف و كنترول اس وقف، كنترول سي اسف، فايند اول تاني. ماشي، الدوكمنت بيساوي اوبجكت، الدوكمنت بيساوي اوبجكت، الدوكمنت بيساوي اوبجكت، خلاص. عشان طبعا مش محدد له. طيب ما الدوك ده هو element، فاقدر اقول له دوت واقوم جايب بقى الفانكشن، اجيب الحاجه اللي انا عايزها، يعني اقول له النيم. خلاص يبقى كده ايه الامبلي نيم. سيب كده، ممكن جنبيه كده انه نعمل له سلاش ان عشان يعمله في سطر منفصل، ونسيب ونرجع تاني كنترول سي فوق وندوس انتر، نيجي هنا وعمالين ايه رن. اه الامبلي نيم يونان، الامبلي نيم عادل، الامبلي نيم حسام، عويس، اسلام. كده بقى يجيب ايه واحد واحد من ال، يعني نجيب الريكورد ده يجيب ده من الايه، يعني يجيبه عنوان وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا احنا ممكن نحسن ده، يعني لو عاملين كده جايين يعني الامبليز ليست وخلاص مثلا، ماشي، سلاش ان كده جنبيها، وبعديها انه عاملين كده اسطر كده عبيطه كده. و ممكن اه ماشي، ومنين تاني كده بعمل هيدر، يعني واقول له مثلا
اي دي كده سلاش تي، يعني تاب اكن دوست في الكيبورد على تاب ماشي، وبعديه النيم وكده سلاش تي اكنك دوست في الكيبورد على تاب النيم او تاب تاب، يعني ممكن نعمله عشان ده النيم ممكن يكون طويل شوية. وايه تاني، والسالري مثلا ماشي. وجاي هنا عامل ايه بقى، قايل له خلاص ده كده، وبعد كده سلاش ان عشان يعملوا سطر جديد ماشي. وبعدين نحط ده كده ضد بعض. نيجي هنا بقى احنا وبنطبع الداتا، قول له اول حاجه دوك دوت اندرسكور اي دي، اطبع الاي دي بتاعه، بعديها سلاش تي ماشي ولا ايه ماشي، وكده بعد كده اقول له دوك دوت النيم زائد وبعديها سلاش تي عشان يجيب يعمل لي تابع، وبعديها اقول له الدوك دوت سالري، وبعديها اقول له سلاش ان عشان ينزل سطر. تعال نجرب اللي احنا عكينا ده، تو سي فايند اول، يعني بلاي ليست عمل الحكايه ديت. نسينا كمان سلاش، يعني نسينا ان هو سلاش ان بعد اول واحده، كان يعني المفترض سلاش ان، وكذلك انا اكيد مفترض ان يبقى في عندي سلاش ان عشان سطر جديد ماشي، والاي دي مش عارف ايه مش عارف ايه. يبقى كده العيب اللي عندنا التاني ان الاي دي طويل جدا، والسالري ما جاش، اكيد كان اسمه حاجة تانية، شوف كان اسمه ايه، سالري اهو زي الفل ماشي. ايه تاني عيب عندنا؟ ماشي اوكي، ممكن الاسم بس كده. طيب نرجع تاني هنا كنترول سي كده ونرن من اول وجديد، ايوه كده تمام. هنلعب ان الاي دي بتاع صغير جدا، وبعد كده الاي دي بتاعهم كبير جدا اللي هو الاي دي ذات نفسه، فانا مش عاجبني الاي دي من اساسه بصراحه عشان هيعمل لنا ازمه. بلاش جوب وخلاص يعني، فانا هنحسن بس الكود مع الاكسسوري وخلاص، يعني ما اعرفش ايه اللي خلانا نطول المثال كده بس مش مشكله. سيبك من الاي دي، هنخليها النيم سبيس جوب تبايع بالسلام، ونشيل ال ID ده هيبقى النيم، ودوت هيبقى الجوب اتذكر يعني في الكوليكشن بتاعنا جوب جي كابتر جي كابتر، والسالري كده المفترض ان هو تمام. سي نشغله تاني ونرن الفايل على السيرفر لحد ما الدنيا تمام، بس حسام وعيسو اسلام عشان اسمهم صغير فما ظبطش الاداء. طبعا المفروض نعمل بقى اتش تي ام ال بقى والناس، بس طبعا عشان نتكلم في الكلام ده بس احنا بنكلم ناس برضو تعرف تعمل الكلام ده او تدخل اتش تي ام ال في الكلام ده وتعرض وكلام زي كده قبل ما يبقى كده منظر يعني بري ديفايند تعبان كده. طيب اخر حاجه عشان بخلص الموضوع الفايند ده خالص، حاجه اسمها البروجيكشن. البروجيكشن ده ان انا مش عايز كل الداتا تجيلي، يعني ايه بدل ما اجيب بقى الاي دي والنيم والمش عارف ايه وقد يكون الداتا كبيره جدا، انا محتاج ان انا احدد حاجات معينه. باجي هنا في الفايند وبقايل ايه ده خلاص الاول يعني هنشوفها كمان شويه الفلتر. في بعد كده فايند وان اوبشن وفي حاجات كده، احنا البروجيكشن بقى هنقوم جايين عاملين كده ونكبين ايه بروجيكشن، احنا ما عملناهاش خد بالك، ما عملناش اتسرقت الدنيا عادي. قلت له بروجيكشن يعني عايز احدد فيلدز معينه عارضها وبتساوي، واحدد هنا بقى ايه الاري دي
كل الفيلدز اللي انا عايزها. لا اديله زيرو معناه مش عايز الزيرو، لا اديله واحد معناه ان انا عايز الزيرو. يعني لو انت جيت كده على النيم انت قلبي بيساوي صفر، اكنك بتقول مش عايز اظهر النيم في الريتيرن فاليو. يعني بدل ما الامبلوي ده كده كان بيجيب لي الاي دي والنيم والسالري والجندر والجوب، كده قلت له هات لي الاي دي النيم لا السالري الجندر الجوب. فلو جيت عملت كده وجيت هنا تمشغل فايند اول بروجيكشن دي عملت ران وجيت هنا اشوف طلع لي كل النيم ايه undefined لانه ما جابهاش في الريزلت اصلا. طلع كلها ايه undefined لانه ما جابهاش في الريزلت اللي موجود، بس جاب الجوب وجاب السالري. طب وباقي الحاجات موجوده، وباقي الحاجات ايه موجوده. طب لو انا عايز احدد حاجات تيجي معينه خلاص، او عامل كوما مثلا كده ومقايل له على سبيل المثال الجوب تساوي واحد، الجوب بتساوي ايه؟ طيب انا عايز الجوب خلاص، لو سيف كده نرجع كنترول سي ورن الو جديد ريفرش السيرفر. اللي حصل بروجيكشن cannot have a mix of inclusion و exclusion. انت عامل ميكس حاجات عايزة وحاجات مش ايه مش عايزة. تمام، دي bad value، دي bad value. يعني بجربها يعني عادي بس مش مشكلة يعني مش مشكلة. يعني هو عايز كده مثلا النيم والجوب او في الحالة دي كده. لو جينا رنينا قال خلاص هو انا جبت النيم وجبت الجوب، اي حاجه تانية ما بجيبهاش خلاص. في حد تقول الحاجات اللي انا ايه اللي انا عاوزها واللي انا مش عايزها في البروجيكشن. المفروض الميكس كان بيشتغل، ما اعرفش اللي حصل. ماشي مش مشكله، دي كانت الايه ازاي نعمل فايند على الداتا.